تنفيذا لرؤى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شهد برنامج تحديث مطار البحرين الدولي بعد عامين على تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، شهد تطورات متسارعة حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه ما بين 55% إلى 60%، ليتواصل العمل في هذا المشروع الحيوي الكبير بحسب الخطة الزمنية الموضوعة ليتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2019. قدر للعام 2016 أن يشهد تدشين برنامج تحديث مطار البحرين الدولي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ليعلن بداية انطلاقة المرحلة الأولى من البرنامج والذي يشتمل على بناء مبنى جديد بمساحة 220 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر. حرصت وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء على تطوير عدد من المشاريع المساندة وغيرها من متطلبات البنية التحتية التي تضمن توفير جميع مقومات تشغيل المبنى الرئيسي لما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمشروع. الزيارة التفقدية التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد في أكتوبر من العام الماضي إلى موقع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين الجديد شكلت منعطفاً هاماً وإيجابياً في برنامج تحديث مطار البحرين الدولي. وفي الزيارة ذاتها التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد بعدد من الطاقات البحرينية الشابة ممن يعملون في مفاصل رئيسية في برنامج تحديث مطار البحرين الدولي ضمن برنامج تحليق. هذا ويضم برنامج تحديث مطار البحرين الدولي مشروع مبنى المسافرين الجديد بمساحة إجمالية 4 أضعاف المساحة الحالية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2019. ويأتي برنامج تحديث مطار البحرين الضخم ليضيف إلى رصيد مملكة البحرين في الإنجازات عبر مختلف القطاعات الحيوية في إطار مسيرة التنمية الشاملة لتستمر مملكة البحرين في طريق التطوير والتنمية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.